قاتل في أوكرانيا واحصل على الجنسية الروسية. هذا مضمون المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحفيز الأجانب على الانضمام للجيش الروسي والقتال في أوكرانيا، في حين أشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن شباباً من دول مختلفة ومنها عربية توافدوا إلى روسيا بغية الانضمام لقواتها المسلحة. الكرملين وضع إغراءات مادية في حملته لتجنيد مقاتلين لدفعهم للجبهات الأوكرانية، فحسب التقارير فإن راتب الجندي الأجنبي يبلغ 220 ألف روبل، تساوي 2400 دولار شهرياً، أي أكثر من ضعف متوسط الرواتب في روسيا. ولكن موسكو ذهبت إلى ما هو أبعد من الإغراءات لتجنيد من يقاتل في صفوفها. فحسب الجريدة الأوكرانية كييف بوست، قامت الشرطة الروسية بحملات لإلقاء القبض على المهاجرين غير النظاميين في عدد من المدن، حيث تم إلقاء القبض على الآلاف، أرغم عدد منهم على الانضمام للجيش الروسي. أنس نماسي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.